طيب حضرتك عندك تماما. عندك حاله النادي الاهلي النهارده على طول سهل سهل جدا. اتفضل يا كابتن. سهل جدا، لا وجود ركله جزاء دقيقه 87 محمود ناجي يتخذ قرارا صحيحا باستمراريه اللعب. رشيد احمد استطاع ان لاعب جد اعتقد ايوه رقم 27 تحرك بقدمه باقصى مدى قدمه اليمنى وساقه اليمنى الى اقصى حدود لكي يستطيع ان يغمز الكره براس قدمه ويبعدها عن احمد نجيب كوكا الذي كان يحاول ان يلعب الكره بيسرى. هنا عندما يمد اللاعب قدمه الى اقصى الحدود وبالتالي يصل الكره براس القدم، القدم هنا ليس لديها امكانيه ان تبقى على نفس السويه او ترتفع، سوف تسقط مباشره الى الاسفل. هنا صادفت القدم قدم لاعب الاهلي وقام ب هبطت القدم قدم رشيد احمد بالكعب القدم على وجه القدم ومن ثم ذهبت تابعت حركتها الى الامام فقامت ايضا بملامسه راس قدم اليسرى للاعب الاهلي. لا وجود لمخالفه، كلا اللاعبين يتحركان باتجاه المنافسه على الكره. وصل رشيد احمد لم يعق او يركل احمد نبيل قدم رشيد، بينما قدم رشيد هي التي سقطت، وهذا طبيعي لان بعد ان تلعب الكره سوف تسقط الكره بعامل الجاذبيه الى الاسفل، وهذا ما حصل. بالتالي قرار الحكم طيب هنا تحليل يعني انت ترى انها ليست ضربه جزاء تماما. طيب هنا السؤال يا كابتن، حضرتك بتقول انه ركل اللعبه وطبيعي انه رجله تنزل، طيب واللاعب كان بيشوط الكوره وطبيعي انه بيشوط الكوره رجله ترفع، فوضح انه ركل رجل رشيد يعني وهو بيشوط اهو، ادي رشيد لعب الكوره والتاني راح شايط رجله قبل حتى النزول اهي. 100% كلامك كابتن صحيح. طبعا هناك حالات مشابهه. أيوة. عندما يقوم اللاعب مثل رشيد احمد اللاعب المهاجم بلعب الكره الى من اسفل الكره الى اعلاها فقدمه سوف تصعد الى الاعلى. هنا اذا قام اللاعب بركل القدم او الساق للاعب المهاجم من الاسفل الى الاعلى فهو ارتكب مخالفه في هذه الحاله. هنا القدمين والساقين امتدتا الى اخر مدى لهما. كابتن جمال انا موافق، بس انا عايز اسال السؤال. انا طبيعي انا بتنافس على الكوره، عايز الحق الكوره قبليك، فانا مجرد ان انا لعبت الكوره قبليك وانت شط رجلي هتبقى فاول عليا؟ اذا كان انت شط، اذا كنت انا كمهاجم العب الكره من اسفلها الى الاعلى ليبعدها حتى شتت الكره شوف الكره، وقمت انا برفع بتحريك قدمي من الاسفل الى الاعلى فركلت قدمك، بالتالي حتى لو تمام يا كابتن يعني وجهه نظرك هذه ليست ضربه جزاء. ليست ضربه جزاء، هذه ملامسه تحصل نتيجه المنافسه الشديده من قبل اللاعبين، وكلا اللاعبين مدا قدميهما ولاعب يا كابتن دايما في القانون كنا بنعرف يا كابتن جمال دايما في القانون اللاعب الذي يصل للكوره اولا ويركل الكوره ثم يركل الراجل الاخر رجله بتبقى فاول على اللي ركل رجله، يعني انا دلوقتي احنا الاثنين بنتنافس، وصلت للكوره قبليك وحطيت رجلي قبليك ولمست كوره قبليك، شوت انت رجلي انت بتتعزم اساسا عشان تشوط، فبدل ما تشوط الكوره اللي انا وصلت لها شوت رجلي 100%. طيب يبقى ايه بقى؟ انا عم اتحدث بجزئيه اخرى وهي الفارق تحكيم حاليا يكمن بالتفاصيل، فنحتاج الى التفكير. تمام يا كابتن. هنا قدم اللاعب رشيد احمد عندما وصلت الكره كانت في اخر مداها، هي التي سقطت الى يا كابتن. هو في نفس كابتن جمال في نفس التوقيت يا كابتن جمال في نفس التوقيت صح. وهو رافع رجله في نفس التوقيت الثاني بيشوط، يعني هو مش يعني هو بيشوط للاعلى، يعني هو رايح بيشوط للاعلى، فالطبيعي هو ما لمس الكوره هو شاط رجلي. يعني على العموم يا كابتن ده تحليل حضرتك للحاله. لا هو طيب حبيبك كابتن جمال الغندور معايا على راسي والله. كابتن جمال كل التحيه والتقدير والاحترام له. كابتن جمال ايوه اتفضل. هنحاول ده خير. لا اتفضل يا كابتن جمال. اولا انا بحيي كابتن جمال الشريف
حبيبي تحيي كابتن جمال الشريف والحمد لله على السلامة، وسعيد ان انا بسمع صوتك الحقيقة وطمنت عليك، واتمنى لك دايما يا رب صحة والسلامة، ونشوفك بقى ان شاء الله مرة تانية كده ايه تنور الشاشات وتنور التحليل، ونشوفك كمان وانت مسؤول عن تحكيم كرة القدم ان شاء الله في بلدنا تانية في سوريا الحبيبة ان شاء الله. اول شيء انا بشكرك اخي، عايز بس انا مش عارف كابتن جمال شايف اللقطات ولا لا. اتفضل يا كابتن. على فكره انتوا اختلفتوا، يعني هو قال بتاعت ناصر منسي ضرب الجزاء وانت قلت الايد مبرره، وحضرتك قلت بتاعت كوكا ضرب الجزاء، وهو قال لا مش ضرب الجزاء، يعني انتوا الاثنين اختلفتوا في الحالتين. يعني انت انا مالي، انتوا اختلفتوا. انت دلوقتي جايب كابتن جمال وانتوا الاثنين حكام تقال، يعني يعتبر بالنسبه لي استاذي لا لا شيء بيودي قضيه، استفدت منه واحد من كبار الحكام العرب، لكن خليني اخش على طول في الكلام. اه والنبي يا كابتن اتفضل. على طول مباشره كده بالنسبه للحاله الاولى اللي هي حاله الاسبوع اللي فات اللي هي بتاعت اليد، ملحوظه بس بسيطه كابتن جمال عايز الفت نظرك ليها، وهي انه اللاعب كان شايف مسار الكره قبل ما يتداخل المدافع، هنا هسميه بقى المدافع بتاع النادي الزمالك او المهاجم، انا اسف المهاجم بتاع نادي الزمالك. يعني هنا اهو، يعني دلوقتي اللي جاي ده المهاجم او المدافع، المهاجم تداخل بهذا الشكل خلى الكوره، بص معايا في الصوره ادي اهو دخوله، خلى اللاعب بص في الارض، عشان بس امشي مع المبدا اللي انت حاططه كابتن جمال، لما بص في الارض هنا بص بعد عن سكه الكره مش شايفها، وايده في وضعها الطبيعي اللي هو بس يا كابتن جمال، يعني كابتن محمد عادل بيقول ان الكره اساسا لمست ايده وهي نازله قبل ما تنزل على الارض. انا يعني انا لا، اللي هي نازله دي لا يحاسب عليها، لانه هي بص يا كابتن، وهي نازله لمست كف ايده ونزلت على الارض. معلش انا بقول لك على اللي قاله محمد عادل يا كابتن، اتفضل انت سيبني بقى انا والكابتن جمال. يلا انا سايبكم انتوا الاثنين. ماشي، يعني انت ايه ما تتدخلش بينا. ماشي يا كابتن اتفضل. هو الفكره في ايه؟ الفكره المبدا اللي قاله الكابتن جمال مبدا صحيح، انه اللاعب يكون شايف الكوره وشايف مصدرها ويعلم تماما تحركها، هو قال كده، ده السبب اللي انا احاسب اللاعب عليه، لكن الصوره بتقول عكس الكلام ده نهائي، اللي هو ايه؟ هو كان شايفها من البدايه، لما تحرك عليه المهاجم بهذا الشكل، بص الورا قاعد بص في الارض، يعرف الكوره راحت فين، ما جت منين، خلاص انتهى بالنسبه له مصدر الكوره، ما بقاش موجود، فلما الكوره تصطدم هنا بالارض وتروح على ايده، هو هنا مش مسؤول عن هذا الكلام. تمام. وبالتالي هنا لا نستطيع ان احنا نحاسب. طيب دي الحاله الاولانيه يا كابتن، الحاله الثانيه بقى بتاعت بتختلف معاه في ايه؟ بتاعت الحاله الثانيه، الحاله الثانيه سهله جدا، ابو خالد انا عايزك تشوف الحاله كويس ولو جبتها معانا، انه في لاعب بيلعب ولاعب ما بيوصلش للكوره، يعني واحد وصل في التنافس، اللي بيوصل للكوره وبيلعبها ده بياخد هو الحق صاحب الحق، اللي ما بيلعبش الكوره بيعاقب على انه هو هنا ما وصلش للكوره وركل، ده في ركل على فكره، فكره ان الرجل نازله لتحت دي، معلش شوف الصوره، انا هوريلك الصوره هنا، الرجل لسه ما لحقتش تنزل، ده في اللحظه اللي اللاعب لمس فيها الكوره، اللحظه معلش جايبها لي يا كابتن. اجيبها. اللحظه اللي هو لمس فيها الكوره كانت رجليه لسه ما ابتدتش تنزل، والركله جات له، فالركله جات له وهي رجليه في الوضع اللي هو بيلعب فيه الكوره، وده اللي هيبان من اللقطه اللي جايه، معلش يا جماعه خليهم في الكنترول يمشوا معايا هنا وهنا، اقف بقى الصوره، اقف امشي بقى، دي هي طالعه على فكره، دي رجله لسه طالعه فوق، بس لسه طالعه لفوق. ايوه يعني هي رجله ما نزلتش يا كابتن جمال عشان هي اللي تصطدم، ده رجليه لسه طالعه لفوق في اتجاه لعب الكوره.